السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم مدارس المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف تقدم الدرس الرابع، لبنان في الحرب العالمية الأولى، من مادة التاريخ للصف التاسع الأساسي، إعداد وتقديم أرواح حرب. الأهداف: في نهاية هذا الفيديو سوف يصبح التلميذ قادرا على أن يتعرف إلى وضع لبنان السياسي قبيل الحرب العالمية الأولى، أن يتعرف إلى وضع لبنان السياسي خلال الحرب العالمية الأولى، أن يستنتج موقف اللبنانيين من سياسة جمال باشا. الإرشادات: تلامذتنا الأعزاء، قبل مشاهدة الفيديو يرجى وضع الكتاب للاستعانة به عند الحاجة. الدرس صفحة 20. تحضير ورقة وقلم لتدوين الفكرة غير الواضحة أثناء مشاهدة الفيديو. التمهيد: احتل العثمانيون لبنان عام 1516 على يد سلطانهم سليم الأول، كما سيطروا على المناطق الجبلية من سوريا وفلسطين. دام الاحتلال العثماني إلى نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1918. فكيف كان الوضع في لبنان خلال الحرب العالمية الأولى تحت الاحتلال العثماني؟ لبنان قبيل الحرب العالمية الأولى. قبيل الحرب العالمية الأولى كان لبنان مقسما إلى أرض الولاية ومتصرفية جبل لبنان. أرض الولاية هي الجزء الأكبر من لبنان حكمه العثمانيون حكما مباشرا، وتضم الساحل اللبناني، بيروت، صيدا، صور، طرابلس، كما تضم مرجعيون والبقاع. متصرفية جبل لبنان وتتألك من 7 أقضية: الكورة، البترون، كسروان، المتن، الشوف، زحل، جزين، ومديريتي دير القمر والهرمي. كما يظهر في الخريطة أرض الولاية وهي الجزء الأكبر من لبنان ومتصرفية جبل لبنان باللون الأخضر: الأقضية، كسروان، البترون، الكورة، دير القمر، الشوف إلى آخره. بيروت باللون الأصفر تابعة إلى أرض الولاية. التقييم التكويني: 1. بين وضع لبنان السياسي قبيل الحرب العالمية الأولى. الاستنتاج أو الإجابة: قبيل الحرب العالمية الأولى كان لبنان يقسم إلى أرض الولاية ومتصرفية جبل لبنان. وضع لبنان السياسي خلال الحرب العالمية الأولى: دخل العثمانيون الحرب العالمية الأولى إلى جانب الألمان ضد الحلفاء، وتسلم جمال باشا قيادة الأعمال الحربية في الشرق الأوسط، وجعل مركزه دمشق، أي أن العثمانيون دخلوا إلى معسكر الدول الوسطى ضد معسكر الحلفاء. عمل جمال باشا على خرق نظام لبنان الأساسي للقضاء على استقلال جبل لبنان، متذرعا بحجة دخول تركيا الحرب وإعلان التعبئة العامة. من هو جمال باشا؟ وما هي التدابير التي اتخذها؟ من هو جمال باشا؟ تعريف جمال باشا: جمال باشا هو قائد الفيلق التركي الرابع في الشرق. حكم سوريا ولبنان خلال الحرب العالمية الأولى، قام بمهمة الهجوم على قناة السويس ومصر لطرد الإنجليز، لكنه فشل. خرق نظام لبنان الأساسي أي البروتوكول سفاح بطاش، أنشأ المحاكم العرفية في علاي لمحاكمة الوطنيين، قضى على الحركات الاستقلالية في لبنان. أقصته حكومته عن بلادنا قبيل انتهاء الحرب نتيجة لتصرفاته وسياسته الخاطئة. فلنشاهد سويا وبتمعن الفيديو التالي للتعرف على عدة تدابير اتخذها جمال باشا.
وفصل الضباط العرب البارزين من وظائفهم وأرسلهم إلى مناطق بعيدة، وأخذ باعتقال الزعماء الوطنيين والمفكرين العرب والتنكيل بهم وتعذيبهم حتى الموت. وقد كانت باكورة هؤلاء إعدام عدد من المناضلين بأحكام عرفية باطلة في عدد من المناسبات. قام جمال باشا بإعدام نخبة من المثقفين العرب من مختلف مدن سوريا ولبنان، فقد ساق لهم مختلف التهم التي تتراوح بين التخابر مع الاستخبارات البريطانية والفرنسية للتخلص من الحكم العثماني إلى العمل على الانفصال عن الدولة العثمانية، وهو ما يقال أنه ما كان يسعى هو بنفسه إليه. أحال جمال باشا ملفاتهم إلى محكمة عرفية في عالية في جبل لبنان، حيث أديرت المحاكمة بقسوة وظلم شديدين وبدون أن تحقق أدنى معايير المحاكمات العادلة والقانونية، صم الأذنين عن جميع المناشدات والتدخلات التي سعت في إطلاق سراحهم، وخصوصا تلك التي أطلقها الشريف حسين بن علي شريف مكة الذي أرسل البرقيات إلى السفاح وإلى السلطان وإلى الصدر الأعظم. وأفدى ابنه الأمير فيصل بن الحسين إلى دمشق، وقابل السفاح 3 مرات في مسعى لإيقاف حكم الإعدام دون جدوى، إذ أن السفاح كان قد عقد النية على تنفيذ مخططه الرهيب. نفذت أحكام الإعدام شنقا على دفعتين، واحدة في 21 من أغسطس آب عام 1915، وأخرى في 6 من مايو أيار عام 1916، في كل من ساحة البرج في بيروت تسميت ساحة الشهداء وساحة الملجى في دمشق. بقي إذن شاهدنا في الفيديو عن قسوة جمال باشا والتدابير التي اتخذها بحق الوطنيين. من هذه التدابير السياسية، تم من خلالها خرق جمال باشا لنظام لبنان الأساسي أي بروتوكول عام 1861. تسلم جمال باشا السلطة الفعلية في كل لبنان، حل مجلس إدارة المتصرفية، أجبر المتصرف أوهانس باشا على الاستقالة في حزيران 1915، وعين متصرف مسلم وهو علي منيف باشا الذي خلفه متصرفان تركيان مسلمان هما إسماعيل حقي وممتاز بك. أوهانس باشا الذي تم عزله من قبل جمال باشا. أيضا ألغى امتيازات رجال الدين الموالنة في جبل لبنان، ألغى الامتيازات الأجنبية وألقى القبض على رعاية الدول الأجنبية. اعتبر المثقفين خطرا على السلطنة، فتم إقفال الصحف وحل الجمعيات. الامتيازات الأجنبية هي امتيازات اقتصادية وسياسية كانت ممنوحة لبعض الدول الأوروبية قبل الحرب. التدابير العسكرية، أقدم جمال باشا على إرسال الجيش العثماني إلى جبل لبنان فاحتل مدنه وقراه وجعل عليه مركزا له. فرض التجنيد الإجباري وأعمال السخرة على اللبنانيين وتحويل بعض الأديرة والمنشآت إلى سكنات عسكرية. السخرة العمل بدون مقابل أي بدون أجر. إعلان الأحكام العرفية وإنشاء محاكمها في عالي وتعيين قضاة ينفذون أوامره، وقد تم تنفيذ حكم الإعدام على دفعات أهمها في 20 آب 1915 و6 أيار 1916 في ساحة البرج أي ساحة الشهداء. صور لبعض الوطنيين الذين أعدمهم جمال باشا في ساحة البرج، الساحة التي تعرف اليوم بساحة الشهداء. الأحكام العرفية تصدرها المحكمة العرفية العسكرية التي تجري فيها المحاكمة بصورة شكلية. من الشهداء عبد الكريم الخليل، الشيخ أحمد طبار. من الشهداء أيضا فيليب وفريد الخازن، الخوري يوسف الحايك، وعمر حمد. ملاحظة مهمة، التدابير السياسية والعسكرية هي في نفس الوقت إجابة للسؤال كيف خرق جمال باشا نظام لبنان الأساسي، أي كيف نقض نظام المتصرفية. التقييم التكويني 2 ألف،
بين اثنين من التدابير السياسية واثنين من التدابير العسكرية التي قام بها جمال باشا أثناء تسلمه الحكم في لبنان. الإجابة: التدابير السياسية حل مجلس إدارة المتصرفية وتعيين مجلس جديد مكانه، إجبار المتصرف أوهانس باشا على تقديم استقالته في حزيران 1915، وتعيين متصرف تركي وهو علي منيف بيك الذي خلفه متصرفان تركيان مسلمان أيضا هما إسماعيل حقي وممتاز بيك. علي منيف بيك: أقدم جمال باشا على إرسال الجيش العثماني إلى جبل لبنان فاحتل مدنه وقراه وجعل عليه مركزا له. إعلان الأحكام العرفية وإنشاء محاكمها في عالي وتعيين قضاة ينفذون أوامر، وهذه التدابير العسكرية. التقييم التكوين 2 ب: عدد ثلاثة أسماء من الوطنيين الذين أعدمهم جمال باشا، حدد أين قام بإعدامهم. الإجابة: من الشهداء فيليب وفريد الخازن الشيخ أحمد طبارة. المكان: ساحة البرج التي تعرف بساحة الشهداء. التدابير الاقتصادية: منع سكان المتصرفية من شراء الحبوب من الوقاح وسوريا، صادر العملة الذهبية واستبدلها بعملة ورقية قيمتها متدنية، منع صيد السمك واستخراج الملح. التقييم التكوين 2 جيم: عدد 2 من التدابير الاقتصادية التي قام بها جمال باشا في لبنان. الإجابة: منع سكان الجبل من الذهاب إلى سوريا والبقاع لشراء الحبوب، صادر العملة الذهبية واستبدلها بعملة ورقية ذات قيمة متدنية جدا. موقف اللبنانيين من سياسة جمال باشا: بعضهم أسس الجمعيات السياسية ضد سياسة جمال باشا، بعضهم شكل لجان في مصر من اللبنانيين لاستقبال المتطوعين للعمل في صفوف الثورة ضد الأتراك، بعضهم ترك الجيش العثماني والتحق في صفوف الثورة العربية، بعضهم التحق في صفوف الجيش الإنجليزي في مصر. التقييم التكويني 3: عدد خطوتين قام بهما اللبنانيون جاءت كرد فعل على سياسة جمال باشا التعسفية. بعضهم أسس الجمعيات السياسية ضد سياسة جمال باشا، بعضهم التحق في صفوف الجيش الإنجليزي في مصر. الاستنتاج: موقف اللبنانيين من سياسة جمال باشا: نقم اللبنانيون عليه، عارضوا سياسته، شكلوا الجمعيات السياسية واللجان للتطوع في الثورة، ترك بعضهم الجيش العثماني والتحق في صفوف الثورة العربية، التحق البعض الآخر في صفوف الجيش الإنجليزي. الخاتمة: شهد لبنان خلال تاريخه العديد من الحركات الاستقلالية في مواجهة الدول التي كانت تحتل أراضي، ودفع أثمانا غالية من حياة أبنائه في سبيل التخلص من ظلم المحتلين واستبدادهم، وما زال نصب التذكاري في ساحة الشهداء يذكر تضحيات اللبنانيين في وجه الاحتلال العثماني.